من جانب النصر الذي يدخل هذه المواجهة بعدد من الغيابات لعل أبرزها الأسماء المستقطبة الأجنبية في الفترة الأخيرة تغيب عن هذا اللقاء. ضربة ركنية عالية نفذت من لويس غوستافو، الرأسية من جانب برونيو، الاسم الأجنبي الوحيد الحاضر في قائمة ريكاردو غوميز في لقاء الليلة، بينما الغيابات تأتي للفيصلي عن طريق لويس غوستافو. لويس غوستافو يلعب كرة، الرأسية تأتي من جانب برونيو، التغطية والإبعاد تعود مرة أخرى. اللاعب الذي ظهرت نجوميته وكشفت موهبته في مع الأخضر الشاب في المونديال ويعتمد عليه في قائمة الأسماء من جانب السيد ريكاردو غوميز في لقاء الليلة. يحيى الشيخ عبد الرحمن السلطان قريب لذلك، يأمر بالاستمرارية ولا يشير لوجود خطأ باللقطة الماضية، بينما التراجع والتغطية الدفاعية من جانب لاعبي النصر. البيشي يبحث عن تمريرة أمامية لميرتشا لكنها طالت ومرت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي يا ريكاردو غوميز. نصر يبدو بصورة باهية، نصر يبدو صح الصح مع البدايات. يا فهد الجميع، يا ما شاء الله، قولوا يا ما شاء الله. لدينا فترة إعداد جيدة من خلال معسكرنا في تركيا بعد ذلك المشاركة في البطولة العربية للأندية بمصر، رغم أن النصر لم يكن بها بصورة مميزة. بعد ذلك أيضا عاد للرياض ليعد العدة ريكاردو غوميز، والحديث يأتي عن حسن الراهب الذي جاء بعشرة أهداف مساهما في تسجيل النصف من أهداف النصر في دوري جميل للموسم الماضي. مقطوعة لدى ميرتشا، فرصة حاضرة للفيصلي، غوستافو وبرونيو، وبعد ذلك واصلة لدى وليد عبد الله. كرة أمامية، غامتي يعيد كرة لدى غوستافو. غوستافو يبحث عن الأرضية، برونيو بالتغطية بالإبعاد لفريدي. يا عيني يا عيني